نتعرف اكتر على اخر الاستعدادات لهذه البطوله. معانا على التليفون الكابتن كرم مرسي، المدرب العام لمنتخب مصر مواليد 2003، منتخب مصر للشباب. تحياتي ليك يا كابتن كرم. اهلا كابتن اسامه. اخر الاستعدادات ان شاء الله لهذه البطوله، البطوله اللي في تونس من 7/11 ل 16/11. والله يعني زي حضرتك ما قلت في بدايه كلام حضرتك، ان احنا من بدايه بطوله الجمهوريه يمكن من السنه اللي فاتت والسنه دي، ان الكابتن محمود جابر المدير الفني موزع اعضاء الجهاز الفني على مباريات البطوله كل اسبوع، بنشاهد اللعيبه المميزه. قدرنا الحمد لله الفتره اللي فاتت اخترنا عناصر وشفناها يمكن في البطوله العربيه اللي كانت موجوده في مصر هنا، وبدايه الموسم الجديد برضو نفس الجهاز مع نفس المباريات بتاعه البطوله، يمكن اخترنا برضو عناصر جديده انضمت لينا بعد ما شفنا العناصر اللي فاتت في البطوله العربيه. في عناصر اكيد انضمت لينا الفتره دي، ويمكن هي كلها الفترات دي ما فيش حاجه رسميه، يعني ما فيش بطوله رسميه احنا دخلناها، كلها بطولات دوليه وديه، بنقدر ان احنا نشوف العناصر اللي هي تقدر ان شاء الله توصلنا للهدف الكبير اللي هو كاس العالم ان شاء الله. فاحنا دلوقتي دخلنا عملنا معسكر، قبل المعسكر ده احنا دخلنا معسكر من امبارح 1/11، هيستمر لغايه يوم 7 ان شاء الله، السفر لتونس لبطوله شمال افريقيا. قبل كده عملنا معسكر برضو انتقاء لبرضو عناصر اللي كانت بتلعب في فرق ممتاز ده، وكان لمدة يومين شفنا عناصر، عملنا يعني زي مباراة ودية بينهم، وقدرنا ان احنا نختار منهم برضو ناس انضافت معنا اضافة معنا في المعسكر ده ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت احنا انضم معنا 33 اسم دلوقتي ان شاء الله على السفر، هيبقوا 24 لاعب للبطولة بإذن الله. يعني هيتم تصفيه ال 33 ل 24 لاعب، دي القايمه اللي هتسافروا بيها تونس، مظبوط كده؟ دي قايمه اوليه اللي حضرتك قلتها، ان احنا دخلنا بيها المعسكر هنا لمده اسبوع ان شاء الله، وبعد كده هيبقى في اختيار ال 24 لاعب ان شاء الله للسفر للبطوله، بطوله شمال افريقيا. عايز اتكلم عن بطوله دوري الجمهوريه 2003 اللي بيتم منه انتقاء اللاعبين، ما شاء الله شايفين في مباريات قويه، جهاز الفني متوزع على كل المباريات، فرصة كبيرة لانتقاء المواهب الموجودة في مصر كلها من بطولة 2003 يا كابتن كرم. هو كابتن أسامة السنة دي مختلفة عن الموسم اللي فات، يعني حضرتك السنة اللي فاتت كان في عناصر كتيرة السنة دي ظهرت، اللي هي عناصر 2004. الموسم اللي فات يمكن ما كانتش موجودة في يعني كل الفرق، 2003 كان أكتر الفرق اللاعيبة المقيدة فيها 2003، السنة دي احنا شفنا عناصر كتيرة من 2004 مقيدة في 2003 بدأت تظهر لينا، في أندية كانت ضمة الفرق 2004 ل 2003، وكانوا في أندية ما كانتش ضمة بتلعب منطقة، فيمكن ما كانش في فرصة إن احنا نشوفها، المباريات كانت متضاربة يعني. فدلوقتي لا احنا عندنا عناصر كتيرة زي ما حضرتك قلت، عندنا 2003 انضم لهم لاعيبة 2004، البطولة قوية وفي عناصر يمكن الولاد كمان احنا بمشاهدتنا للعيبة، لا اللعيبة زادت عن الموسم اللي فات كمان، يعني عن الاختيارات اللي فاتت اللعيبة شفنا مستويات افضل كمان من الموسم اللي فات. يمكن في انت عارف الناشئين كل سنة في خبرات بتزيد والمستويات بتزيد معاها، يعني ان اللعيبة مستوياتها بتزيد من الخبرات اللي بياخدوها، والسن كل ما بيكبر كل ما يعني انت بتشوف حاجة أفضل، يعني التطور بتاع اللعيبة، لا السنة دي أفضل بكتير، ويمكن الكابتن حضر ماتشات كتيرة برضو هنا في القاهرة، وأنا رحت اسكندرية موجود في اسكندرية بشوف مباريات اسكندرية، ورحت في طنطا برضو كوكاكولا كان في برضو مباريات، والكابتن إيهاب جلال والكابتن حمدي حمدان كويس، لا شايفين والبطولة أفضل بكتير، يعني يمكن العناصر الحمد لله احنا من البطولة اللي فاتت احنا عندنا قوام اساسي للفرقه، وبنضم عليه وبنشوف الافضل ان شاء الله هو اللي هيقدر تمام. البطوله مصر البطوله العربيه اللي كانت في مصر كانت فرصه جيده جدا للجهاز الفني واللاعبين لاكتساب الخبرات، وايضا كمان الجهاز الفني يعرف اللعيبه اكتر من خلال مباريات دوليه. بنسبه كام في الميه دلوقتي ممكن نقول الجهاز الفني وصل للتشكيله الرئيسيه او قوام منتخب مصر بالنسبه لمنتخب 2003، ولا لسه برضو انتوا في مرحله الانتقاء؟ هو طبعا احنا البطوله العربيه جت في وقت اختصرت لنا وقت كبير جدا يا كابتن اسامه، يعني هي جت في وقت يمكن احنا ما اتجمعناش تجمع ان انت تلعب مباريات وديه او مباريات شبه رسميه يعني.
قبل كده، يعني كان كلها تجمعات تعارف على اللعيبه، بنشوف المباريات وبنجمع. يمكن اول حاجه دخلناها هي البطوله العربيه اللي كانت على ارضنا، وكانوا طالعين لسه مخلصين الموسم اللعيبه. فيمكن لما احنا طلعنا من الدور قبل النهائي من السعوديه، بس اقدر اقول لك ان هي اختصرت وقت طويل جدا بان احنا نحكم على اللعيبه اللي كانت موجوده معانا، وان هي اللعيبه برضو حتى اللعيبه المميزه والقوام الاساسي اللي احنا قدرنا نختار اللعيبه اللي موجوده معانا انها تكمل، يعني ان هي خدت خبرات كويسه جدا، يعني ان هي تلعب بطوله رسميه مع منتخبات قويه زي السعوديه والجزائر، يمكن حضرتك شفت فرقه الجزائر والسنغال اللي يمتلكوا، والمغرب وتونس، يعني كانت يعني هقدر اقول لك يعني كان مجموعتين من المنتخبات اذا كانت معها دول اسيويه منتخبات اسيويه، كانت بطوله مميزه جدا ومستواها عالي جدا، احنا استفدنا منها. يعني انا بقدر اقول لك ان احنا اختصرت معانا وقت طويل جدا، لان احنا ما كانش في هدفنا ان احنا نعمل انت عارف موضوع كورونا، وما كانش في استعدادات ان انت تسافر او ان انت تعمل ماتشات بره، ان البطوله دي جت في وقتها بالظبط. اقدر اقول لك ان احنا بنسبه كبيره جدا العناصر اللي كانت موجوده معانا في البطوله هم موجودين معانا، موجوده برضه موجوده معانا عناصر كده، في عناصر دخلت معانا، يعني ميدو نبيل ما كانش موجود معانا الفتره في البطوله بقى موجود معانا، رأفت خليل ما كانش موجود بقى موجود، يوسف شريف ما كانش موجود بقى موجود معانا، عبد الرحمن زكي إن شاء الله، محمود بسيوني ان شاء الله تقدروا توصلوا للتشكيله الرئيسيه وتكون التشكيله الافضل ان شاء الله في بطوله شمال افريقيا. كابتن كرم مرسي بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر، تمنى لك كل التوفيق، وايضا الجهاز الفني باكمله.